تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، تنظم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مؤتمر عجمان الدولي الخامس للبيئة تحت عنوان التغير المناخي والاستدامة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 مارس 2018 في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان. يتمحور مؤتمر عجمان الدولي الخامس للبيئة حول آليات التكيف مع التغير المناخي، التغير المناخي والمدن المستدامة، التأقلم والتكيف مع متغيرات التغير المناخي، الربط بين التنوع البيولوجي والتغير المناخي، وأفضل الممارسات العالمية.